وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتستمر فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هيتوجه إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان. أما بعثة منتخب الكاراتيه فهتبدأ العودة من تونس بعد تحقيق 38 ميدالية في بطولة شمال أفريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن مواصلة فعاليات اليوم الثالث للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. النهاردة هيتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان على رأس وفد مصري وأزهري رفيع المستوى، وده للمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، واللي هيعقد في الفترة من 14 ولحد 15 سبتمبر تحت عنوان دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19. النهاردة هيتم فتح باب تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني، وهيستمر لمدة 5 أيام تنتهي يوم الجمعة القادم الموافق 16 سبتمبر. النهاردة هتبدأ بعثة منتخب الكاراتيه العودة من تونس بعد انتهاء المشاركة في منافسات بطولة شمال إفريقيا اللي أقيمت خلال الفترة من 8 ل 11 سبتمبر الجاري، وتم خلالها تتويج المنتخب ب 38 ميدالية متنوعة.